بيكم أصدقائي الأعزاء، معنا مذكرين من نماذج تحدي الإعاقة. صديقتنا الجميلة من ضحايا شلل الأطفال، إنها بقوة إرادتها وعزيمتها تتحدى كل صعب. على ساق واحدة وقزين تبدأ تنزل الدرج، رغم كل الإعاقات ورغم كل الصعاب بتحاول تعيش حياتها بتستمتع بيها. مهما واجهت من عقبات أو صعوبات، بقوة إرادتها وعزيمتها بتحاول تتخطاها، ودائما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. بسبب إعاقتها بتسقط على الأرض، لكنها بتقدر تقوم بكل ثقة وعزيمة وإصرار. صديقتنا الجميلة نموذج جميل ومنعم كل متحدي الإعاقة، قوة إرادتها رفضت الاستسلام ورفع رايات الهزيمة للإعاقة. قوة إرادتها نجحت في تحويل الإعاقة لطاقة، والهزيمة اليأس. صديقتنا نموذج جميل لكل متحدي الإعاقة، قوة إرادتها وعزيمتها تتخطى كل صعب.